بايام. الدرج اللي كنكم نبهتوني منه وقلتوا لي يا سحر انتبهي ما تطلعي وتنزلي ما تطلعي وتنزلي، خليكم معي بهذا الفيديو لانه رح اعمل بيحيى مقلب غير شكل. اي روحت راسي، في حسن يحيى. خلينا نبلش الفيديو. وايز فاميلي، كيفكن؟ شو اخباركن؟ طمنوني عنكن، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اما الجديد واذا اول مره بتفوتوا على هيدي القناه ما تنسوا تشتركوا بالقناه، تفعلوا الجرس وتفجروا الفيديو لايكات. اعطوا كثير لايكات لانه هيدا الفيديو عن جد كثير بيستاهل. يا جماعه شو هو فيديو اليوم؟ فيديو اليوم هو مقلب غير شكل رح اعمله انا بيحيى. يس، يحيى من يومين وقع وقعه ما بتفهم على الدرج، يعني لو بتشوفوا انا يعني صراحه كنت بدي اضحك وحرام نفس الوقت، يعني رحت بدي شيله والضحكه موجوده، يعني لو بس عم صورها شوفوا من وقعه اكلها. Anyways عطاني يحيى فكره كثير حلوه بما انه وقع هو بشكل عفوي وتلقائي، فقلت خليني اعمل مقلب انه انا وقعت على الدرج. ومش بس هيك، انا حامل، يعني حبلة وقعت عن الدرج. يحيى ويله بده يكون خايف علي، خايف على البيبي، خايف على هيدا، مع انه انا ما كنت ناوي اعمل كتير مقالب بحبلة، بس صراحة طالع عبالي لانه نسيتوا شو عمل فيه بالزمانات، نسيتوا كم مقلب اكلتها منه. سو هلأ لازم وقت الانتقام، جهزولي حالكن. يحيى بعده ما اجا، انا رح فوت البس هلأ لانه نحنا معزومين اليوم عند قرايبينه، رح اقوم غير تيابي وزبط حالي وكل شي. مفروض تقريبا ساعة ساعة ونص يحيى يكون بالبيت. خليكم معي خطوة بخطوة لانه بده يكون المقلب حماس اليوم. يلا نسيت لكم تابعونا على الانستغرام وسناب شات لانه عم ننزل اشياء كتير حلوة. وباي ذا واي صار في عندي تيك توك، هو انا عندي تيك توك من زمان بس عم نزل فيديوهات هلا مهضومة عليه، تابعونا. هاي بيبي. يلا هيني جاي. بالحمام. هو عم ياكل، عم فكر كيف بدي خلي الدبة قوية، يعني مش كان عم في انزل عن جد بسرعة على الدرج، فخلينا نشوف وين بدنا نثبت الكاميرا اول شيء. يعني نازل عم ياكل ويخبط. ايه خذ راحتك استاذ يحيى. اوكي فكروا معي كيف بدنا نعمله. هيدا الدرج. اوكي انا يمكن وقف تحت، هيدا تحت هون بركي، وبعمل حالي بوف 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 وقعت. هل الترايبود ليش هون؟ ما بعرف، خليها اصلا كانت هون، خليها هون حتى شوف كيف بدي ثبت الكاميرا. ده رجيني نسميها هيك، فكر حتى هون ما بتبين هيك. هيدا رجينا هيك منيحة. او ماي جاد سوري يحيى، عن جد سوري، انا كثير لقيمة رح اطلع في لهي الفيديو بس عبالي اعمله. خلص رجعوني قالوا لي يحيى بيستاهل انه ياكل مقلب. جاهزين؟ ليتس دو ات. الله يستر شو بده يعمل بعدين. يلا الكاميرا تضل ثابتة هيك. ايوه اسرع اللي اقول لك اسرع، ان شاء الله ما توقع الكاميرا. Bye.
Babe, what happened? I fell down. Where did you fall down? 1 minute. Go on your back. Go on your back. Slowly, slowly. No, it's hurting me. It's hurting. What's hurting? My back. Okay, don't move, don't move, don't move, don't move. Just move away from the radiator. Yeah, it's too hot. Okay. Let me just move this. Okay. Put this underneath your head. Put this underneath your head. Okay. Move. Where exactly is it hurting you? Here. Okay. In the middle. Okay, try not to move. Try not to move. Put your hand straight. To move, but it's hurting me. Put your hand straight. Okay. Now turn your leg. I can't. This leg is hurting me. Yeah. What? I have to jump. From the top, you fell? No, from here. From which staircase did you fall? I don't know. From the middle. What are you laughing at? What are you laughing at? الإسعافات الأولية حياتي. أهلا لوين راح عصب حتى جرب ندقله بعد شوي. عن جد صراحة يا جماعة مش عارفة شو بدي أعمل لأنه جوزي كتير معصب مسكر راسه مني. هلا هو صراحة حقه يعصب، حقه الشرع، ما تقولوا لي لا، حقه الشرع انه يعصب. حتى نجرب ندق له. رح دق له هلا لأنه عن جد ما عم برد علي أول مرة، خليني نجرب مرة ثانية. سوري جايز اضطريت أحكي بالإنجلش لأنه إذا حكيت بالعربي كان رح يعرف إنه مقلب. سكر الخط بوجهك. اوكي في حدا زعلان هون. Leave me alone. يحيى it was a joke. والله it's nothing. يلا just come back home. Oh, I really want to say sorry for you. عم بقول له يرجع وانا بعتذر منه. هلا شو بعمل؟ برجع لكم. هالشي ما كان لازم اعمله. كثير مزعجة انا على فكرة، كثير مزعوجة. انبهر من البيت وماما ما عم برد علي. ما كان لازم اعمله لهالمقلب. يحيى والله I'm worried. Can you just come back? والله I really feel so sorry. I'm saying that in front of everyone. والله ما كان لازم اعمله اصلا لهيدا المقلب. I know it hurts. وبعرف قديش you love the baby. Please, Anjad, I'm really sorry for what happened. خلص فيك ترجع please. I'm sorry. Guys, حاسة إحساس كتير بشع هلا.
انا غلطت، ما كان لازم اعمله عن جد. انا او ماي جاد، بيجينا احيانا تعليقات سحري عملي مقلب انك سقطتها هون هو اعملهم. Two hours later. ما عم برد على ولا مسج بعثت له اياها ولا شيء. Yeah, so I think المقلب كان كتير قوي، ما كان لازم ينعمل. حاسه حالي كتير متضايقه. ما عندي شيء اقوله والله. يحيى وينك؟ I said sorry, Yahya. I said it like for 3 times. Okay, can we just end up everything? Sorry? Can we just end up the video? What? The video is not being uploaded, right? I'm just recording it. Yeah, no, don't record me. I'm just recording it. Bye-bye, drama. Drama? You think that's drama? It wasn't drama. ما كانت drama بمعنى drama, but كانت بمعنى انه انا عم بمزح معك. ما انت عملت شيء مقلب اكثر من هيك بمليون الف مره. بس شو الفرق؟ شو الفرق؟ ما كنت احب لو ما كان في شو اسمه، تعرف هيدي الوقعه لو كانت حقيقه؟ yeah. يمكن معناتها كان سقطتها. او ماي جاد، بعيد الشر. اما ليه بتفكر هيك؟ ليه بتكون نيجاتيف؟ ليش ما بدي افكر هيك؟ ليش ما بدي افكر؟ شو فكرتني حفكر؟ ما بقى انه خفت، المفروض اول شيء انت ما خفت علي، انا هيدا الشيء كثير مضايقنا، خفت على البيبي اكثر منه. على كيف بتقلبها؟ yeah. عملت الشغلة كلها بلا ما تعتذر، عم تقلبها على شو؟ أنا اعتذرت 3 مرات منك، وعن جد I'm sorry وما بقى رح أعيدها. لا anyway. لا ولا ما بقى. هيك ما قال ما عاش بدنا، وأنا عادني أرجع أحكي معكم كرمالكم مش كرمالها. واو. ليكن تو شو صريح، أوكي. I don't know what else you want to say. Nothing. ولا شيء يا جماعة، أنا بعتذر منك قدام العالم. لا ما بديش هيك تحطي حالك بهيك موقع، لا تعتذري مني أصلا من الأساس. صراحة عملته لأنه حسيته بفكرة قوية. وأنا غلطانة. صراحة بقول لك. Anyway خير خير خير، ما عادش تعيديها، بليز. أوكي سوري. I'm sorry. خلص بيس. ما في بيس، ما أنا ما بديش لاقيني، بتعرفني. صح. اوكي ضبط قعدتي. سوري بيبي لانه عملت انا وياك مقلب ببيك. البيبي اصلا ما بيقبل تعمل مقلب فيه. والله بكره بتشوف حبيبي ليش عم يحكي. يا حرام. مش لامه. انت متاكد انه صبي؟ لا ما بعرف. اوكي بكره بنشوف. اسبوعين؟ اكثر بعد اكثر. كل شيء 3 اسابيع 4 اسابيع لنعرف شو جنس البيبي، صبي او بنت. اني ما اسال بس بدي اياه. جايز هذا الفيديو خلص، انا بعتذر كثير منكم. واي اس فاميلي عن جد يمكن ما كان لازم اعمل هيدا الفيديو. لا يلا ما بيأثر، ما نورمال نيجاتيفيتي خلص. اذا اول مره بتفوتوا على هيدا القناه ما تنسوا تشتركوا بالقناه، تفعلوا الجرس وتحطوا لنا لايكات قد ما فيكم، حطوا له كثير لايكات ليحيى تو سمايل هيك شو لحتى يضحك، وانتبهوا كثير على حالكم و تابعونا انستغرام سناب شات. وقت لهم باي؟ لا اكيد باي. لاف يو جايز، باي.